الخير مشاهدينا، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من المزح نصه جد من قناه الان، الموسم الثاني من المزح نصه جد. اذا ما حضرتوا الحلقه على التلفزيون بتقدروا تفوتوا على شانل يوتيوب قناه الان، تعملوا لايك اند سبسكرايب، تحضروا الحلقه من اول وجديد. ومن اول وجديد المزح نصه جد، والجد نصه مزح بحلقتنا وببرنامجنا ككل. اليوم حلقتنا دائما صايبه لانه احنا بنخيط الحلقات حسب ضيوفنا، وضيفنا اليوم بحلقه الليله ان شاء الله يكون مضمونه مش مثل اسمه. هو نجم شاب بحبه الجنس اللطيف وبحبه الشباب بشكل عام، برج الاسد واشم على ايده الاسد، ومن اسمه ما بعرف اذا هو عن جد اسد. ان شاء الله يكون مش هادي بحلقه الليله وما يكون قلبه اسود. اسمع زقفه كثير كبيره للنجم هادي اسود روحه. فرجيني ايدك، بس فرجيني ايدك هون. لا هون رسم جنح دجاجة. شو رسم جنح دجاجة؟ جنح دجاجة، جنح دجاجة. ايه هون الاسد. بس ما فهمت ليش جنح دجاجة. صدقت انت كمان. جنح نسر. ايه بس ليه جنح نسر؟ يو وانت تو فلاي هاي، بدك تطير؟ ما بدي اكون هاي بس بحب فلاي. لا انه بس انه بس انه بدك تطير. بعدك ما حسيت حالك طرت يعني؟ لا بعد. بعد ما طرت؟ بعد ما جربت. شو ناطر؟ ما جربتها، بدي اجربها بعد لطيف. لا بس عن جد عم بحكي هلا بالحياه، انت طرت ولا قاعد محلك؟ كل واحد له يعني، كل واحد له طريقته بالطيران. قد ايه فيك اسد من جوا؟ لانه الاسد خلينا نقول مغرور، معروف انه مغرور، والانا عنده كثير كبيره. بلش طلعوا. بلش طلعوا؟ ايه. ليش؟ وين كان قبل؟ نعيم؟ مغرور انت؟ كان بقفص. مغرور انت؟ انا شوي. مين كان ما بفتح القفص؟ كان بقفص عم تقول. طلعت منه خلص. ايه؟ طلعت منه. لا طلعت منه. عرفت مين كان مع المفتاح ولا لا؟ خلص اللي طلعت منه. طب ليه؟ سؤال. انت بتبين رأي بس انت نار وشعلانه من جوا، قد ايه صعب يكون مع حد مثلا جواته غير ظاهره؟ بتعمل له مشكل؟ بتضايقه بمعدته. بجد والله ما بضيع لقى. شو نكست يوم؟ لا ايه شيء هيك ثاني كمان. ليه بتعصب؟ ليبراكس. ليبراكس برافو عليك. لا ولو ايه والله معصبه معك. ليتلي شوي هيك بتعصب معك بكربج. ايه لاني بكتم. انت يعني بتكتم شو؟ مسيرجي انت مش مشكلجي؟ لا بس انه بكتم يعني، الواحد بيحاول يكتم بس اوقات بيفقد اعصابه. كثير فقدت اعصابك اخر فتره؟ اخر مره بامريكا، بس منيح الحيطان كانوا من خشب. ليه شو صار؟ انه كانت كسرت ايدي يعني. بتكسرت؟ ايه بس هالقعد بتجن؟ انه يعني شو بضرب بني ادم؟ لا نحن بنشوف شويه اخبار حول السيف. العالم قبل ما نبلش بالمقابله، خبر حول العالم، اول خبر من تركيا خلينا نشوفه. Kendinizi artık bu şekilde durup atabilirsiniz genç kardeşlere ve mutsuzsunuz. Bunun sebebi de bu AKP iktidarı ve maalesef peşine takılan MHP. Bu telefonlarınızı artık bu şekilde durup atabilirsiniz genç kardeşlere. Kullanmanıza gerek kalmayacak ama 2020... نايب تركي كسر تليفونه احتجاجا على قرار البرلمان، قانون جديد بحرم نشر الاخبار الكاذبه على شبكات التواصل الاجتماعي. يعني عملوا رقابه على الاخبار، شو الكاذب شو المش كاذب. اول شيء قد ايه بيطلع لك اخبار كاذبه؟ كل دقيقه. كل دقيقه؟ كل شوي. والله بتتفاجئ يمكن من اقرب الناس. من شو؟ من اقرب الناس بيطلعوا لك اخبار كاذبه؟ انه ليت لي هيك صار. اوف عم بقول لك ليت. شو طلعوا لك اخر خبريه؟ هلا لا ما فينا نحكي هذا، خلص ما فينا نحكي. مثل شو؟ لشو قلت لي في ناس طلعوا علي لازم اخبرني شو الخبريه؟ بقعد احكي لك اياهم؟ ايه احكيني بس شو خبر كذب طلع عنك؟ تعنيف، خبيط، تعاطي مخدرات، نساء، كلهم مع بعضهم، شو؟ هلا اخر وحده حلوه بس اللي قبلهم لا. نساء؟ انه هي حلوه مش مشكله، هذا مش صيت عاطل، صيت حلو هالايام. والله؟ ايه بس اللي قبلهم لا بعد ما طلعوا علي. ماشي حالي. طيب انت برايك لازم يصير في تنظيم؟ انا هيلثي. لازم يصير في تنظيم للمعلومات على السوشيال ميديا او بصير اسمه قمع؟ بعتقد ما فيهم يضبطوا هذا الشيء. ما فيهم يضبطوا، رقابه على المحتوى صعبه. بغض النظر يعني مين بده يكتب هلا، انت اذا حدا بده يلطشك كلمه ما بيكتب اسمك، سو انت في واحد يكون عم يكتب كلمه يعني. شو يعني؟ بكون معروف انت عليك. لكم حدا عامل بلوك انت؟ كل القرايب. كل القرايب عنده مشكل مع القرايب. مشكل بس ما عم نحكي اخواتك. بس ما عم نحكي اخواتك. لا اخواتي مش بتحكي قرايب من غير ميلي. ايه القرايب لبعض اللي صاروا بعض. اوكي. طيب خلينا نشوف كمان خبر عن فنجان القهوه. فنجان القهوه بخطر بسبب ارتفاع الاسعار العالمي. فنجان القهوه عم بيغلى كثير. فيك تبلش نهارك بلا قهوه؟ لا ما فيك. ما في لا بصير راسي. خلينا نشوفه.
ما بشرب حليب انا. ما بتشرب حليب ولا سكر؟ ولا سكر. قهوه مره؟ بحط هيدا اللي بيعمل كانسر بحبه سبلندا. سويت على طول. ايه بقول بدي سبلندا اللي بيعمل كانسر هيك. شو اسمه؟ اسبرتام. ايه هيك. ليش شي. عم تنتحر؟ لا بس انه على اللي ما بنصح يعني. بس شي 10 كيلو بدك شي 10 شي 100 سنه بدك 100 سنه اسبرتام بدك ليعمل لك كانسر. ما تفكر ايه فلهيك يعني بضل يمكن احسن من السكر الحقيقي. ايه طيب ليك سؤال، شو بتفكر انت عم شبه قهوتك الصبح؟ أو شي أي ساعة بتوقع؟ تقريبا شي 4:30 الصبح. نعم؟ ايه بوقع الصبح بكير، أنا بنام حوالي 12:30. خمس ساعات؟ ايه منيح. فقط لغير؟ ايه منيح. هلا أنا بوقع بكير بوصل أولادي على المدرسة. لا في يوم مرتين ثلاثة، أنا ايه بوقع كم بوصل أولادي على المدرسة، بحب هيك. ايه مثل أنت. ايه وهيك لما عبطهم بوسهم وفل، خصوصا هلا يعني سنجل داد فكله علي. أوف. فايه. رح نحكي فيها، رح نحكي بهذا الموضوع. طيب شو رايك نبلش نفوت بالجد؟ خلينا بالجد. هادي اسود ابو الناس. لا بعد بكير على الغنى. هادي اسود يعلن طلاقه ببيان صحافي، هيك العنوان بيقول. حدا بيبعت بيان صحافي بخبر فيه انه طلق؟ طب ليك، طب مش معقول. انا الصراحه ما اعلنت يعني اشاعات طلعت حقيقيه، بس كانت ما كانت اشاعات. اوكي ما بعت بيان صحافي لانه لانه اصحابك عم يحكوا، بس طلع صحافي يعني. قلت له اوكي. شيرين سلطان ما بتشتغل معك؟ مش هي اللي طبعا صديقه وعزيزه. ايه هي اللي بعتت انه هادي اسود طلق و و و. كنت عيب ما قلت لا يعني، ما قلت لا ايه ولا لا يعني. وليه اصريت تكشف بهذا الشيء؟ او شيرين اصرت تكشف انك حصلت على حضانه اولادك؟ أنا إنسان حقيقي. ليه حصلت على حصانة؟ لا ليش أصريت تكشف إنك حصلت على حضانة أولادك يوسف وليا؟ ليه أصريت تكشف؟ ليه بدك تبين إنه مرتك تخليت عن ولادك؟ أول شيء أنا حدا قلت لك لا ما الأمة تخليت عن ولادها. لا أبدا. ليش الحضانة معك؟ لأنه أنا يعني أب مسؤول يعني. أنا حدا قلت لك بنام بكير فيه بكير يعني. نمط صح صح المطرب بس بحب غني بس بهيك يعني. مناسبات قصص منيحة يعني، مش هيك مش وين ما كان ولا شيء. وبحدا بفيق بكير فبضل واعي مع أولادي يعني. أنا فيق بكير بطعميهم بعد، أنا بحب أنا هيدا الشيء يعني، مش إنه تقصير من الأم أو شيء. حلو أخذت الأولاد لأنه بتوعى بكير. حلو ميزة حلوة. لا مش هيك يعني. مش هيك هو يعني. اللي عم بيحضر هادي بده يقول عمرهم قديش أعمارهم؟ يوسف 4 سنين، ليه 2.5. أوكي لك قديه صغار يعني. بده يقوله طب هادي أخذ الأولاد من أمهم بدل أولاد يعني. شو خليني لك شغله. اول شيء انا ماضي اتفاقيه ممنوع احكي. خليني احترم الاتفاقيه. اوكي هي مضيتك ولا انت مضيت؟ لا انا مضيت. انت مضيت انا ما بتحكوا عن الموضوع. خلص هيدا شيء احترام لل بس الاولاد معك. ايه طبعا. اوكي هي بتشوفهم بس بدها طبعا. طيب شو سبب الطلاق؟ ماضي اتفاقيه. يا خيي اوقات لاقول لك شغله، بصير خلافات زوجية وانت اكيد مزوج بتعرف. بس انا لما توصل خلافات تطلع من مثل ما بيقولوا من غرفة النوم. بين يعني هو المفروض اي اثنين ناضجين لما بدين يختلفوا ما بيختلفوا قدام الاولاد، لانه شيء بس شفت انا بلش يضر اولادي. بس طلع من اوضه النوم صار صريخ قدام الاولاد. صار اولادي ابني يخاف كذا، هو الحق علينا اثنيناتنا يعني. مش صار ابنك يخاف من الصريخ هيك؟ فاخذت قرار انه لا ما فينا نكفي هيك. أوكي. كرمال الاولاد. اوكي بنحب بعض وعشنا بس كل شيء له نهايه يعني. نهايه الدنيا هي الدنيا، نحن جايين لننتهى. نحن شو؟ جايين لننتهى يعني. رساله صغيره يعني. اكيد وقتنا قليل. كان في خيانه؟ لا ما كان في خيانه. ما فيش خيانه، ما في شيء. لا ما في هيك قصص. اللي قلت لك خلافات اللي هي انا اهم شيء عندي هو الاولاد. خلصت. وكنا متفقين يعني وقت البدا بتشوف اولادها اذا فضيت اذا فضيت قلت شو بس بدها بتشوف اولادها اذا فضيت. بس اللي هدي ما لك عيد انه مرقت هيك اذا فضيت. لا مش هيك قصدي يعني. حلو. انا بالويك دايز ايه مع الاولاد. ايه. الويك اند هي اوكي. فهي هيك هي بتفضى بالويك اند اكثر من ارض الجمال. شو بتشتغلي؟ بتشتغل ماشي ضروري تشتغل. انا فهمت، بس انه هي ليش ما بتفضى بارض الجمال زي ما بتشتغل؟ ليش بس بالويك اند يا اخي؟ انت اذا فضيت ما انا حكيت. لا يعني اذا بدها. اذا بدها طبعا. اي حتى هي ليه ما بدها؟ لا اي انت ما يا خيي شو بك يا خيي عادي. انت اذا بدها تشوف الاولاد بلش تركب. ايه مزبوط. انا احب مع قلبي يعني. بالعكس احب مع قلبي. انا بحب الاولاد يشوفوا امهم بالعكس، لانه انا عشت بهالبيت اللي يعني. هلا انا
طبعا اهلي كبروا وحياتي كانت قبل غير حياتي كانت قبل غير يعني ايه عند اهلي يعني يعني ترتيبه حياتهم غير يعني انا هلا بشوف بي كثير حنون وامي كثير حنونه بس لما قال لي شو بتتذكر بتذكر مشاكل بس مشاكل تافهه يعني مثلا يكون قاعد بي مروق راسه ويحكي شي كلمه عم يقرا كتاب مثلا بي كثير بيقرا كثير بحب القرايه ف شوف تحكي كلمة أمي خيي ما يتحمل راسه تب مشكل كلمة أنا هيدا الشيء شو بتشوف هذا هلا عم تزعم إيه فهمت حافظه يعني هاي الصورة بتطلع براسي ما بيطلع منك الشيء الأشياء المنيحة بتنسيها يعني بدك أقول لا فهمت الأشياء المنيحة بتنسيها بتتذكر الأشياء لا ما بلا لا ما بلا هو أول شيء عم أقول لك على الوعي هلا صرت واحد بيتذكر لما البيو يعملوا ساندويتش الصباح أمه تبوس وكذا كذا بس اول شيء بيتذكره مشاكل عندي اوقات شو مره فكرت انتحر من زمان ايه لما كنت وحداني تبي يعني مش فكرت انتحر قبل ما يجوا الاولاد يعني لا على طول تخطر ايه فكره الانتحار عند اي شخص موجود بهالاوضه انا مأكد عن جد اي شخص يعني كيف يعني لما يوصل لمحل يمكن قبل الاولاد انه يمكن بيكتئب بيقول خي خلص من الحياه التافهه اوقات بحس الحياه التافهه هيدي فكره انتحار بس لما صار عندي اولاد صار اذا الطياره بتطبطب انا وطاير تخاف قبل كنت اقعد يعني رواق عم بحضر موفي العالم كله بصير تخاف وهيك هلا صرت خاف ليه لانه بقول انه شو بده يصير باولادي اي مزبوط هاي الكلمه مزبوط طيب كم مره بتفوت بالسنة على المستشفى ليه بتفوت على فكره كيف؟ انا اخر مره اذا بكتب اسمع على جوجل هلا يمكن اولى بس اذا اخر مره فتت نكايه بالتامين لا اللي زمان عم بتفعلوا ولا مره فايت ما عم بقول لك ما بتفوت فنزلت لحتى قلت له ما تم توجع هلا لا كانت كثير ما تم توجع ليك بس خضوعك لعمليه جراحيه مثلا على جوجل نجاتك من الموت بعجوبه هيدي من زمان بامريكا ايه عملت حادث سياره وقتها بحادث سياره عملته من زمان كمان لا بامريكا عملت عمليه هرنيا طيب خلينا نشوف صوره لك تظل تكون حلوه لا خلينا نشوف هاي صوره لك مصل هيدي هون عملوا لي بامريكا عملوا لي نادور للمعدة نادور ثاني صورة والله ليك طالع شو شو ايه التوتر عالي للمعدة شو عامل هيدي ايه بعد هيدي بعد العملية لما عملتها الهرنية تخطيط عطوني اوفر دوز مورفين اوكي صار خربطة وعيت بالعملية اوكي فعطوني اوفر دوز مورفين فوقف قلبي اوف ايه فهون هون ضلت شي 4 أيام زيادة على حساب المستشفى كله كرمال اكتب عيال بانه هي مستشفى منيحة اوكي ثالث صورة عمان مقضية مش هيدي هلا هون هيدي هون هاي المعدة هيدي هلا لانه بطل فيه اشرب مي حتى صار توجعني بس اشرب مي اوف ما عمل ستريس تكربج ايه فخلوني غني لهم بالشباب كثير اوادم بالايام عم بعمل لهم دعاية فيك تعمل شو ما كان بس بابا تنزل صورك بالمستشفى هن انا شو بدي مين بينزل لك هلا هيدي انا كنت عم غني حلو بتعرف ليه عم غني بالمستشفى هيدا الدواء كان مسلطني فغنيت انا بس ما اي والله اعطوني هيدا الانستيز يعني المخدر ايه فكنت مبسوط سلطنت اي هلا عرفت بعد عندك منه؟ اعزي انه طيب لازم نروح على المستشفى يلا هذا الجزء السهل كان من حلقتنا اول بريك بحلقه ليل الاحراج بعد البريك 1 2 3 ابو الناج روح فقرة التحديات هذه أسود من بعد البريك مشاهدينا على قناة الآن المزح نص جد وإذا ما حضرتونا لايك اند سبسكرايب علشان اليوتيوب وبتحضرونا الحلقة مع هذه أسود صرت فيجيتيريان ما بتاكل لحم ولا دجاج مبين كرشي على الكاميرا ولا ماشي حالك لا عن جد شو يوم فيجيتيريان أنت أوكي. لا مش هيك باكل سمك باكل حبش تاكل سمك وبتاكل حبش طيب قمح لحمة دجاج بطلت أوكي هلا مطلوب منك تجاوب على أسئلتي أو التحدي هو تاكل كل صار لك ساعه بتشم ريحه الطاووق بدك تاكل منه للطاووق عم قول لي عم تقول ريحه الطاووق ظلمنا الزلمه و... لا بشرفك اذا ما جاوبت تاكل طيب هات لندوق طب فيني انا جاوب وانت تاكل عني الحكم عصام طيب في حدا ياكل عني شباب لا انت شو برشيكم طب جاوب طب يا خيب قول بس ما يعني اذا في احراج ما حجاوب في احراج كباب المي لا بدي اكلها ما في ما فيني كلتش صغيره بخيلك خلص اخذ عهد على حالي انا العهد ما هيك سريت العهد مخونك ايه طيب لا مين الفنان اللي عاتبك لانك قلدته معي باطلاله سابقه لك وعلي كفوري عاصي الحلاني او فارس كرم هلا مشوي كثير ولا شو مشوي يعني مبين طعم الجيش وائل قلت لا يا فارس كرم يا عاصي الحلاني
في واحد منهم عتبه. هلا فيها تكون عتاب غير مباشر. اوكي. بس ما بعرف اذا هيدا الشيء مزبوط ولا شو؟ لا. ما بحب احكي القصه، ما محرجه والله. قولا. قولا. شو؟ ما بتحب تحكي يا اخي كنا طالعين على بنما، خلص ما حياكلنا، حياكل جيش، نحكي الحقيقة وما حياكل جيش. انا عم باكل، عم باكل ايه. باكل صحتين. كنا طالعين على بنما على قولة المتعهد، ما بعرف شو، انه عاصي ما بده غني قبله، الأستاذ عاصي طبعا. وكان بده انه اذا بدي غني قبله ما تنحط صورته قبل صورتي مع صورته، وبده الوليد اللي كمان بحب صوته انا، مش عم جامل، انا بحب انا ربيت بحب عاصي، اول فنان حبيته بعد عبد الحليم يعني. بعد عبد الحليم وعاصي ودي الصافي الله يرحمه. انا باكل بس انا ما عدت ايه كل كل معلش طيب نخفف عني هيك ساعتها اذا كذبت شوي انا بعد شوي فيني ما اكل. قال لي المتعهد انه خي عاصي بده هيك هيك هيك. قلت له مش طالع بقى انا اذا القصه صارت هيك هيك تكسير راس. وبعدين عن جد مش انه سائبت يعني، بس صار وقت ضربت فلسطين على غزه والعالم تموت، حسيت انه حتى يعني انه ليه بدي اطلع والعالم تموت وهيك، كرمال شو كرمال يعني. ما طلعت على بنما لانه يعني من قصه ورا قصه عاصي؟ هلا هيدا السبب، وكمان قصه فلسطين كانت احراج لي يعني. انا كل اصحابي وبعتبر حالي انا من يعني كيف بدي اقول لك، نحن بسوريا بنعتبر حالنا كمان فلسطينيه كمان، لانه أيه. فلسطين هي اكيد جزء بلد هي يعني. ام العالم العربي. ايه فارس كرم انبسط انك قلدته؟ فارس محب، فارس منه يعني بياخذها بمسحه. يقال انه مش هالقد اخذها بمسحه. لا قلبه كبير. معلوماتي بتقول مش مزبوط يا اخي، معلوماتك خلص اكلت جاوبتك ما تغير الموضوع. كبيتها عاصي وشلتها من فارس؟ لا مش كبيتها، حكيت الحقيقه انا، بس يمكن انتبه قالت شغله يمكن انا غلط فيها. قلت له للمتعهد قلت له قل له لعاصي، وطبعا انا بعتذر اذا فهم غلط، قلت له يا ضيعان ما حبيته انا وصغير. اف ايه لانه ايه وقتها زعلت يعني، انه حسيت انه يمكن ليه، ما هو فنان كبير وانا بحبه، فمش مفروض مثل ما بيقولوا يحط، يمكن مش يمكن كذب عملك هذا اللي وصله. طيب اي فنان مستعد تقلده اليوم للمره الاولى؟ ولا حدا. ليه؟ مشان اكل دجاج. طيب تحب الدجاج؟ اخي ما بدي اقلد حدا. ليه؟ شوف انا وشي ملحم زين، علي الديك، حسين الجسمي، جورج وسوف. جورج اول شيء ما حدا بيقلده، ما حدا أوكي. ما حدا شو مين ما قلده بتزبط معه، لانه هو الكاركتر ملحم زين ما فيني اقلده لانه حلو الشاب يعني هيك يعني، انا اصلا بشبهه اذا غنيت مثله، اذا غنيت انا طبيعي بيقولوا هادي هو بيقول له شبيهي والله. اي يعني غني مثله. مغني مثل شو؟ مغني ضلت حكي. طالعين هلا. مغني ضلت حكي. هلا بعد شوي. شو بدك مغني؟ ملحن حبيبي. مغني ضلت حكي. مغنيها شوي؟ ايه. أو ممنونك. بتكون رواق ولا رأس؟ بدك يا بس من وين بدك تغني؟ ماشي مقطع صغير دقيقة. ممنونك أنا عن البعد، ممنونك عم عايش بهنا يا حبيبي، من دونك هجرك ما ضيعني، انت اللي قلبك ضاع ندمان، شو يعني مطرح ما كنت رجع مطرح ما كنت رجع. حلو كثير حلو. هي قلدته كثير حلو بس 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 انه طيب هلا علي الديك خلص قلت لي قلد واحد انا هلا لك يا عيني يا ربي قلد لي علي الديك والله بعرف والله ما بتعرف؟ بتعرف من كم يوم حكينا حرام على بالك اللي بالمطعم وهيك و لك شو قال له؟ قال لي وك والامام علي انت خيي وأول ما يجي على لبنان أول ما يجي على لبنان جاي لعندك، وأول ما يجي على لبنان جاي لعندك. أنا بحب الإيطالي. بعدين قال لي كيف أم شريف؟ عم تروح أم شريف؟ قلت له إيه سألك على غير مطعم. إيه أم شريف طبعاً. أم شريف هي التوب عندي أنا طبعاً. طيب يلا أي خبر يقال عنك بالسر وهو صحيح
هادي أسود تخلى عن الجنسية السورية كرير يحصل على الجنسية الأمريكية، هادي أسود ممنوع من الدخول إلى سوريا، هادي أسود اعتنق الديانة المسيحية بالسر، هادي أسود تبرع بكامل أرباح أغنيته لعائلة الشاعر الراحل رياض العلي. أي واحد من هول الإشاعات مزبوطة؟ ها خليني خبرك، أول شيء الجنسية السورية ما فيك تتنازل عنها، ما فيك مش ليش مش ل إنه ما فيك يعني بالقوة، هي الجنسية السورية ما الواحد يحملها بالنسبة لإلي مثل كيف أنت بتحمل الجنسية اللبنانية، هي شرف لإلك وسام. طبعاً ما تخليت عنها، ليش ما فيك تخلى عنها؟ يعني كأنها متخلى عن ذاتي، اللي بينكر وطن وما له، اللي بينكر أصله وما له أصل. أكيد برافو. ممنوع الدخول إلى سوريا؟ سنتين قبل الكورونا فاتت غنيت وكان حفلي رايح على للشهداء وهيك. أوكي. اعتنق الديانة المسيحية بالسر؟ أنا بحب المسيحية والإسلام وكل الأديان يعني. قد بعضهم؟ إنه بالنسبة لإلي أنا في إله واحد بالكرة الأرضية، باليونيفرس يعني، بآمن فيه. في قوة بتحركك وفي احترام لمبادئك يعني. بس في شرائع، في قديانات، في طبعا في صور المسيح عندك على صورة العذراء على تليفونك. مين ما بيؤمن بستنا مريم العذراء؟ مين ما بيؤمن؟ مين ما بيحب إنسانة طاهرة مثل هالإنسانة؟ يعني بتمنى أنا لو في مثلها متايل، بس ما في أصلا. ما هي اللي بعتبر إنه هي الرسول الوحيد اللي يعني هي الوحيد، لهيك ما في أطهر منها. طيب هادي أسود تبرع بكامل أرباح أغنيته لعائلة الشاعر الراحل رياض العلي. هيدي مش تبرع، هيدي أنا بعتبره مسؤولية. مزبوطة يعني. مش تبرع، أنا ما عم بتمنى عليهم. الشاعر لما كتب لي أغنية كتبها بوقت أنا كان ما معي مصاري أدفع، فوقف حدي، فواجبي بعد ما ماتوا إني وقف حد عائلته لحد هلا. مين المرأة التي لا تعجبك كرجل بين اللي عم بتشوفهم على السكرين؟ ميريام فارس، سيرين عبد النور، دانيلا رحمة، ومايا دياب. فين يكون صريح؟ ايه ولا واحدة. يا لطيف، انه يعني كلهم حلوين بس ولا واحدة بتعجبني كأنا كرجل. بحب اوف، بحب المرأة اللي اول شيء ما بحب المرأة اللي دخلها بالفن. اوف، لك فهمل لي. ايه صراحة ما احنا لونه قصدي بحترمهم كلهم. اكيد مايا بحبها رفيقتي، دانيلا ما بعرفها. باين بتحبهم؟ لا حبيبي، لا دانيلا ما بعرفك. ايه بعرف يعني. باينين بتحبهم بس مايا بحبها يعني. باين ايه. ميريام ما بعرفها. ميريام صراحة شخصي. انا بحب الانسان شخصي. سيرين كمان ولا مرة. كلهم هيك ما بيعنوا لك. بحب انا برا الفن اول شيء، وثاني شيء المرة اللي ما بتدخن ولا بتشرب صراحه. شو عارفك انه هو بدخنه بيشربه؟ لا ما بعرف، عم بحكي انا بشكل عام. قلت لك كيف كمرأة بحب اللي ما بتدخن ولا بتشرب. أوكي. بحب هيك لانه بيضايقني الريحه انا شوي. انا منخاري قوي، ف يعني هلا كيف شميت الطوق انا وطلع مش حدا ناكل يعني. عم طلتش حدا انت انه في حدا بدخن؟ لا ما انا ما بحكي مع حدا بدخن يعني. اذا حدا بدي احكي مع بنت بشوفها بدخن خلص بضرب وجهي. خلصت يعني. انا ما بحب بدخن كمان. طيب شو الشيء اللي ما صار معك؟ عشت فقير ونمت ليالي بلا عشاء؟ أكيد طبعاً صارت معك؟ أنا وكلبي، كان عندي كلب كنت أقسم اللقمة أنا وياه. كنت بعت لأمه لرفيقي، كنت ساكن بالحمرة أيام كنت عندي خدمة إلزامية. صار معك يعني؟ أي طبعاً طبعاً كلنا بصير معنا، مش عيب. أف واحد بيولد بس بأسس حاله. مزبوط. فهيدي الأيام اللي بتخليك تكون زلمة وتقدر تأسس حالك. أكيد. وتحس باللي مثلك لما كنت هيك. اما ان يمكن تولد تمك مع الام ذهب، يمكن انا ما حسيت بكثير ناس برقبتي هلا. ما حتاكل طول اليوم؟ ما حتاكل طول. تعرضت للابتزاز الجنسي؟ من اي ناحيه يعني؟ حسب. حدا صورك؟ حدا بيصوروني صحتين قلب؟ حدا وقعك؟ بشو؟ فيديو كول؟ ما بحياتي انا بحكي فيديو كول مع حدا من اولادي. في خبريه بتقول انك تعرضت للابتزاز الجنسي من رجل. خيالي طلعوا بلعت من شهر. من رجل يعني كان تنكر بامراه؟ اذا في شيء طلعوا. اوكي. لا انا بحب انا ستريت. لا بعرف انت ستريت بس اذا في شيء هو عامل امراه وعامل اقنعك انه امراه وقعك. خليني خبرك شغلي، اذا في هيك شيء ما بيتخبى. يعني العالم بتبتز يعني. انا مره مسرق الفيسبوك ثلاث مرات، بعثوا لي اعطينا مصاري لان اللي فيه حطه يعني ننشر. ايش ما يعني تلقيت عرض زواج من امراه سريه؟ ليه؟ شو انا براد بيت يعني؟ لا انه شاب حلو. شو ماني براد بيت ولا جورج كلوني يعني. كوغر دادي يعني، كوغر مامي. تعرضت عرض زواج من كوغر؟ لا ولا مره. عملت لك هيك، قلت لك جبلك تفتر. لا كان بدها تفترسك مقابل مقابل مش ضروري. في كان بدها تفترسني مش ضروري. في مره مادي يعني. في مره امراه اكبر منك بالعمر كان بدها تفترسك؟ افترسوني خلص.
افترسوا؟ بس كنت صغير يعني. ليك شو صايب؟ صايب انت. صغير كان عمري 22 سنة. فهمت عليك، حتى ما عايز تدفع لك يعني ببلاش. واو. أنا كريم. قديه أنت نفسك عفيفة وأبداً يعني. خدمات، أنا بحب أقدم خدمات. فهمت عليك، فهمت عليك. بالنهاية يعني أنا مثل المقبرة. سألت تلقيت العرض من المدرسة؟ لا تلقيت عرض بس ببلاش يعني حتى ماشي يعني. لا لا نفسي عزيز. بس ليك لا لا مش مبين. لا هلا الواحد لما هو صغير يبلش بالحياه بعد صغير هذاك عمرك 34 يمكن كنت صغير لا لا كنا عمري 21 سنه 21 سنه يعني. ايه حرام شو بيعرف 21 شو بيعرف ما بيعرف شيء 22 حرام إنه بعده بالبوستات لا لا انه بتصير هيك بشوف انسان مثلا بيكون ايدل قد ايه كان عمره شو قلت بشوف انسان بشوف انسان بيكون ايدل فنانه مين مين ان كل عقلك انا اقول على الهواء بس ما بس انه ايام سوبر ستار لا أين بلا أين بلا مين وقبل وقبل لك إيه طب شو الولد واحد كنا ولد يا زلمة مين افترسك شو معقول أقول لك أنت باللجنة كانت لا يا شيخ لا لا يا شيخ لا لا شو لا شو بك يا زلمة مين هيدي قصص برايفت كنت ولد حاش قال لك كنت ولد عمرك 22 سنة ولد لا أنا هلا أنا بعدني هلا ولد إيه بعدك هلا ولد ما خص يعني فيها تفترسك جمعة الماضي وتقول لك كنت ولد فيها يعني عادي جمعة الجاي كمان وإيه وتقول لي ليك شيء حصير ولد ولد حجيب ولد أنت مبدئيا إيزي تو افتراس لا 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 مش هيك تفترس إيزيلي لا لا كنت لا لك لما أكون أنا بعلاقة لا إيه بس لما تكون فري فري إيه لا لا بعلاقة لا بس لي إذا فري لي لا ايه فهمت عليك شو وراي وشو قدامي بس ما بتعرف هلا انا فهمت عليك فهمت عليك هلا انا فري اوكي جاهز للافتراس الكاميرا وين فري عم بيقولوا لي كم حدا صار عم بياخذوا اسامي اوكي طيب مين نجم سوريا الاول كلهم اخروق على والله بدك تاكل طوق ما راح اكل طوق اوكي بس سميني مين بيعجبك اكثر من غيره لا كل حدا كل حدا روح ما تقول لي كل حدا واحد بدي واحد محمد خيري نصيف زيتون وفيق حبيب حسام جنيد حسين الدين محمد المجذوب مين نجم سوريا الاول استنى شوي هلا اذا بدي اقول انا افترضنا وفيق مثل خيي اوكي وصوته انا بقول صوته ومش بس صوته احلى صوت بسوريا والله ايه اوكي نصيف زيتون كمان احلى محمد مجذوب صوته رفيق لحظه وفيق احلى صوت بسوريا والله بدون منازع اوه احلى مني واحلى من كل المطربين الموجودين هم احترامي للكل إيه؟ عنده صوت كثير مهم وتمكن وبعدين كيف ما زاد صوته بيجي محله مزبوط هيدا الشيء طبيعي هيدي من الله مش من عنا يعني لا بيتدرب هاي ابو وطن خلينا بفوق من فوق طالع فوق نصيف كمان مثل خيي ونجم كمان بعتبره نجم سوريا الاول كمان مع وفيق يعني هيدا صوت سعود نصيف ظلمك يعني بشو. ما بتحمل القصه شبان يطيروا سوا لا نصيف بالعكس بفتخر فيه انا انه عم بيبيض وش سوريا كوطن العربي وبنفس الوقت اغاني حلوه والزلمه عم بيقدم فن حلو صوته حلو وشكله حلو ومرتب مهذب من بيت ما حتهرب من السؤال لا 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 مين نجم سوريا لا لا محمد خيري تعرفت عليه شخصي على الكروز فصار مثل خيي احلى واحد بالعالم صار مش بس مثل خيي يعني بيعقد في منه انسان نظيف محمد مجذوب بيجي لعنا على البيت وهيك وهيك حسين الديك مش اخواتي يعني يعني عم تحكيني انت مثل اخواتي حسام جنيد الوحيد اللي ما بعرف شخصي بس هو بعرفه انه شاب مرتب طيب مين نجم سوريا الاول كلهم الاخ واحد يوم خيي مين في حدا جماهيريا. في حدا بيعمل حفلات اكثر في حدا بيعمل جماهيريا انا بقول نصيف زيتون نصيف انا بحبه ما بدي هالقد او صديق الشاب اوكي من بين هالنجوم مين اوسم منك روح مش زيتون من بين معتصم النهار رامي عياش بس الخياط تيم حسن هلا لك شغله انا ما بحب هيدي المقارنه بين الاوسم بين الرجال منيح ما حطيت لك صورتي انا عم بعمل هيك هيك تكون غطيت علينا بس انا انه انا عم بين لك يعني بين زلمه وزلمه اجي اقول مثلا انا احلى من هيدا ولا هي بحس حالي ماني رجال صراحه ليش انا بحب انا بتعرف ابني شو بقول له لما يقول لما قال له لبنتي بقول له انت حلوه مثل القمر برنسس لازم البنت تسمع هيدا الشيء من بيها اوكي ابني بيقول لي بابا انا حلو بقول له انت شاب مرتب انت شاب مهذب ما بتقول عن حالك حلو اوكي لانه بس حسيت شاب يقول عن حاله حلو بحسه تافه صراحه بس انا بقوله بزقف بقوله معتصم نهار شاب وسيم يا خيي انا بقول هيدا شاب مرتب وهيدا شاب مرتب وهيدا شاب مرتب انه بيبول ماجازين مثلا برا بيعملوا ذا سكسيست جاي مثلا ذا سكسيست هن الجمهور بيختار مش فنان بيجي بيختار طيب مين احلى واحد بيناتهم انا تمثيل ويعني عم جد كلهم حلوين لا ما بعرف رامي ما بيمثل رامي مطرب بيمثل. بس انت عم تحكي كتمثيل ولا
انا ما حضرت تمثيل بحب صوتي. انت ليه ما مثلت؟ مثلت وما حبيت حالي فبطلت ايدا. بس انت لازم اجاني عرض موفي والله بس كان دور شرير وانا ما بدي اظهر بموفي دور شرير يعني من اول العالم تكرهني يعني بدون شيء انا 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 يعني انا مش حابب حالي كمان لما قريت الدور انا كرهت حالي فقلت له ما حياخذوا لا يا بتعطوني الدور البطل المنيح يا ما بدي قال بس ما هيدا اللي بيلبق لك لانه هيدا الغني اللي معه صار اللي بيلبق له العز ما بعرف شو قلت له انا ما بدي بدي تكون الفقير المعطر اللي هيك اللي بحب ايه بس والله انا بحب كثير تمثيل باسل خياط باسل خياط بحسه مش اخذ حقه هلا طيب بجنن بس اخذ حقه اوكي بس باسل لا طيب مين الفنان اللي بيلبس أسوأ اللي عنده أسوأ اطلاله من بين محمد رمضان سيف نبيل سعد المجرد بتحس سعد لا سعد سعد بجنن لبسه بيلبس حلو طبعا وبعدين بيلبق له محمد رمضان انا ما بحب بيلبس ماركات صراحه ماركات يعني كل وقت كأنه ماركات ما بقى يعني شو أوف يعني هو بجنن هو بجنن كتير بسمع عنه كتير منيح وما عم سير أنا ما بتمثل بس ما أنا ما عم سير عن شخصيته بس أنا بحب اللي بيلبس ماركات من فوق لتحت أوكي يعني محمد رمضان طيب أي أغنية بتقول يا ريت إلي وبطير زياد برجي يعني أو إليسا ما سمعتها أنت ما سمعتها؟ ما سمعتها شو عم تحكي؟ لأنه صار علي مشكل ما حبيت أسمعها بس بقى والله كتير حلوة غنية قصة كبيرة تاني وسع وسع احمد سعد اللي ما سمعتك صوته لاحمد ايه بحب لا بسمع مصري انا والله بتسمع مصري ايه بس ما حافظها مش حافظها ايه بس شو حافظ احمد سعد عليك يا عيون ما حافظها كثير بس حلو هيدي بتعقد الاغنيه سايرينا يا دنيا حلو كمان طب اي اغنيه بتقول يا ريت الي سمعها مزبوط وبتقول يا ريت الي كثير اغاني مثلا وحده انت معلم انت معلم سعد المجرد حلو الاغنيه غني لي منها مقطع خيي بالك مش شباب بس شو معلم يرفقوك شباب شباب تروتوار تبعهم مليان بالريبرتوار انت معلم واحنا منك نتعلم انت معلم واحنا منك نتعلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم واللي خلك ما يفهم يجيله يوم ويندم واللي خلك ما يفهم يجيله يوم ويندم ولا تسمع اللي يخدعك انت معلم لا تسمع اللي يخدعك انت معلم هلا اخر هلا هيدي فقره جد ايه بعدني حاسه مزح انا لا هي جد بعد ما نص المزح جد ما هي مش هيك ما عم تاكل طول طيب مين الاخ الاقرب الى قلبك بين الموجودين بالصوره عندك اكثر بس بدي اعرف مين اعز لك من بين شادي وسام وباسل ليك شادي انا اول ما بلشت صراحه هو اخطا انا تعلمت من اخطائه اوف ف شو اخطا هو اخطا بكثير قصص بالبن مثل يعني شو يعني عمل اغاني كثير ضربوا اوكي ما كفى ضيع وقته مع انه اجى دعم يعني لما حلا ما ضرب اجى حدا دعمه ليعمل اغاني والبومات وهي عمل تعالى عندي بعدك زعلان كسروا الدنيا لهلا 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 العالم تقول لي انت خيك انت مغني بتعالى عندي ولا خيك يعني بيضيعوا قد ما حلو الغنيه كان غلطه انه ما كفى بشو انشغل انشغل بصراحه انشغل بس الصيفة شو سيارات مثلا اوف وظهرات وكسليات وكريم كثير شادي يعني لدرجه انه يعني صرف مصاري الفن اللي اجته على على اشياء مش منتجه على القصص ايه يعني ما استغل الفن انا تعلمت من هيدا الشيء انت انت بزنس مان هادي بحب البزنس يعني مستثمر مصرياتك بشيء ما خصه بالفن ما خصه بالفن ابدا وفي عندك مردود بس هذا الشيء ما بتلاقي تلاقيه هادي هذا الشيء اللي مريح لي راسي مريح مصدرك بنفس الوقت مش لا 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 يعني بيخليك ما كتير تحط وقت على الفن لانه في عندك مصدر ثاني للاموال لا حاطط وقتي على الفن بس ملحق على كل شيء لاني ما بنام بس مش هيك اعطيك امان مش لإلي لاولادي انا قلت لك قد ما كنت صار قصه صغيره زعجتني فخفت على مستقبل أولادي يعني شو صار طيب؟ قصة عائلية فحسيت أنه أنا إذا صار لي شيء وأمهم صار لي شيء الأولاد حيتشردوا فعن جد وعيت بوقتها كان كورونا وهيك وعيت بالليل في الساعة 4 الصباح وصرت هيك قد ما مخنوق كيت إيه
وما عم مخي ما عم يشتغل ومصرياتي على الأنين بالبنك وكورونا اجت وما في حفلات ف خلص قلت انا اعتبرت حالي مش فنان. شو بدك تعمل اذا مش فنان؟ انا بحب الهندسه والانجينيرينج والبورصه وهيك، فصرت ادرس هذا المجال لوحدي واستثمرت فيه فتت فيه نجحت، كانت قطفه لإلي وعملت باللي عملته يعني بزنس. طيب بكذا بلد. طيب لمين من اخواتك بتغني اليوم يا خيي قلبي موجوع؟ من الست اخوه شادي وسام باسل جهاد على طول بغنيها لشادي لانه هو خيي الكبير، على طول بيسمع لي بيسمع لي وبيوعي، مع انه هو اوقات بحسه طايش بس لما احكي معه بحسه كتير واعي. طيب بدك تدق له تغنيها انت وياه؟ ما حيرد هلا هو بقطر. جرب يا اخي ما حيرد. جرب اذا ما بترد يا شادي يا ويلك. فيديو كول فيك؟ ما بعرف اذا فيديو كول شغال بقطر بس هاي. اوكي عبير برام شوي عنا ما يرد هلا هو بدي ناطر ولا يرد. رد والله. ايوه صبناك. ما في فيديو كول؟ ما في فيديو كول يمكن؟ اطلبوا كول عادي. ردوا له. شو عم تعمل؟ تفضل. هلا هلا رئيس شادي بالسوبر ماركت شادي. ليك وينه بالسوبر ماركت؟ صار عندك عيلة بلا ما اعرف. جيب شي للولاد. اعطينا الميكرو. جيب شي للولاد. شادي شو اخبارك؟ والله كله بخير. خي هلا صوتك صار منيح. اول شي ليه ما عم تجي على لبنان لتطلع معنا؟ انت ما بدك تطلع معك، ما قلت لي ما عزمتني ولا خلص الجمعة الجاية. قال لي ما عزمتني ولا مرة. نوحة. كذا مرة قلت لك. انا مقصر هادي اللي مقصر مش انا دائما بقول له. طب شادي رجعت على الفن 100%؟ ايه عملت غنيه وكليب هلا وهلا بيبعثوا لي الفاينل. طب قل له ما في نزل الغنيه الا عندي. قال لك انت بعتها لهادي صراحه يعني ابن حلال. ما بتنزل الغنيه الا معي. حاضرين. طب شادي بالسوبر ماركت ما حيغني. عم دور على شقفه هاديه اسمعك لانه انا ما عم بسمع. اوكي هي بالسوبر ماركت جايز. ايه في وراك شو في وراك درة؟ جيب لنا علبتين. اوكي أيد عندك ضمتين بقدونس. لا ليك وراك كيلو خيار. ليك وراك ليك وراك شو السوبر ماركت الحلوة هيدي؟ خطر خطر حبيبي خطر. هي تحت الشركة نزلت بس هيك سكر نبات. طيب في شي ديو قريب أنت وهادي؟ والله وقت البتو أبو الهات نحن جاهزين. طب ليه ما عملتوا مسيرة سوا أنت وياه؟ ليه ما عملتوا كذا عمل سوا؟ أنا هلأ بفضل كل واحد يكون عنده مش مسيرة مثل مش مسيرة بتوفق وحكم الحكيم. عندك شغل تاني غير الفن شادي؟ عبرات السمك صار هلأ هلأ عم يجيب غلط شكله عنده عائلة بلا في بزنس تاني مجوز ها؟ يا ملعون بالسر؟ سأله عم جوز بالسر عم بيقول لك حتى عم يجيب غراض؟ لاني عزابي عم جيب انا الغلط لانه عزابي وعم جيب الغلط. طب غني انت وياه الديو هلا غني انت وياه هلا يا خيي قلبي موجوع تزبط؟ تزبط غني انا وياه يلا حط ميكرو بينك وبينه وات واضح الصوت هرب ويلكم ما في انترنت لا انترنت ويلكم تو ليبانون ما بديش اقولها ليك يلا احتفي الكاميرا حتى ليك حطلع دق لك من فوق من المكتب لا يلا هلا هلا ما فينا ننطر لا هلا هلا غني غني ما بدي اقول لك من المكتب ليك بدي اغني عنك انا شايب يا زلمه شايب شايبين شعراتك عم بيروح الليل عم بيروح طيب يلا دق لنا بعد طيب خلص اسمع يلا دق لنا بعد شوي بنغني خلص يلا بكون انت على رواق وبكون خلصنا الاسئله وطار الطوق من وجهي يلا باي. طيب صدرت غنيتك الجديده طياب هادي اسود أول شيء خبرنا عنها أكثر شو ليك شو ليه طياب أول شيء غنية طياب كلمة بنا طياب لا كلمة مش ما بتستعمل كل يوم يمكن يقولوا عنها شوارعية بدك أقول الحقيقة ايه. أول شيء يا جماعة طياب هو اللي أنا عني فيه ثاني شيء هي إنتاجه أوكي ثالث شيء أنا كنت ما بدي غنية قال له يا عمي طياب وهالكلمة شوي تقيلة بالنسبة لإلي
قال لي اسمع مني مرة وما رح تندم بعد. انا هلا اليوم نزلت شايف الفيوز انا تقريبا صارت نص مليون فشكلي مش رح اندم. طيب يلا اتكل على الله لكان اتكل على الله وسمعني اعمل كام بروفا يلا طيب طياب روح عم جرب شد حالي مني عم بقدر كل ما عم تخطر ببالي قلبي بيتوتر عم جرب شد حالي مني عم بقدر كل ما عم تخطر ببالي قلبي بيتوتر جمالك قلبي قوى حس بناره من جوا هو من لمعة عيوني بس اخدت او ضوى طياب وينك وين القمر شو جاب لا جاب حواسي حدك بخطر غير متياب وقماش اللي خسري قمر حرق لي أعصابي طياب وينك وين القمر شو جاب لا جاب حواسي حدك بخطر غير متياب وقماش اللي خسري قمر حلق لي أعصابي. بعد البريك الفقرات الثالثة والأخيرة عم تمزح أكيد وإذا ما حضرتوا الحلقة فيكم تفوتوا على تشانل يوتيوب الآن وتعملوا لايك أند سبسكرايب وتحضروا الحلقة. تحدي كمان إذا ما عملته طوف ما في أكل طوف وراح أنت أكل ملوخية ما في قالوا لي ما في ملوخية شو أنا فرجيك مين اللي قتله شو كان اسمه لا أدي طيب إذا بتحط فوق الطوق هلأ والله العظيم هلا بنجربها بس تخلص الحلقة اوف طيبه شو ما بتاكل ولو ما بحب شو ما بتتحمل ما بطيقه لا ما بقدر ليه مستعد جاوبك على مش لحت يابي مو هيك لا لا طيب اول فقره بدك تشرح البنطلون هلا بقول لك بدك تشلحه هلا مش لحت يابي تشلحه مرمره بتصير دائما شو لا لا عن جد عم نحكي لا سوري انا في الدجاج سوري طيب غني لي بالانجليزي غني سريع غني لي بالانجليزي غني لي بالانجليزي طب كل خيم كل خيم تعال يا خيم يا خيم تحت الماء لا رو شو هلا بيب ليك كيف مشلشه حط بحيط الخلق حطها عم بشاهي ليك الروتس من هون عم بشاهي تحت الماء انا ملوخيه امي ما باكلها الله يخليك هي اكثر من ملوخيه امك يا حبيبي اعوذ بالله يه هيدي الشغله دايما مش ضيقه بس طب عود حط خلص حط شو يلا غني انجليزي لا لك يا خي غني انجليزي او كل مخي ما غيري اواني البرنامج مش حافظ كوي يلا شو غني لك شي عربي اي لا صعبة هاي لا هاي صعبة لا اذا شي عربي صعبة هاي شو انجليزي يلا فرنساوي اي وصلت اسباني جيتان بوكو من امو جيتان؟ خليك على الانجليزي هلا شريك لك شو؟ منامور بضل بعيد منامور شو منامور شو؟ يلا لا خيي لا يا عمي يلا يا خيي طب سرياني شو؟ طلياني؟ سرياني سرياني شو سرياني؟ طلياني كنت غنيت لك بافاروتي طلياني بس خلص سرياني لك طلياني سرياني حافظ سراتيل لك طلياني يا خيي سرياني طب سرياني عم حاول اتذكر كلامك يا الله خلص تعمل هيك يا ايه خلص بتجيج لك ايه شو لكن شو بدي اعمل لك اياها يعني هلا انت عم شو فاصوليا بدي اعمل لك اياها عم تطرقني اثنين بواحد يعني دجاج وملوخيه هات خلص على فكره انا ما كنت منتبه للدجاج كله لحظه لحظه عم يغرف له ايه ما حاسس عم يغرف له من تحت بدك تبلعهم وحياة ابي تبلعهم بزعل وحياة ابي خلص مش بدك يعني ايه ما بكفي الحلقه لا مش بلا بدك بدي اشوفك فيني احط مع رز لا مخي رز ما هي مع محطوط ايه بس حط ملوخيه اكثر لكان خلص لا حط ملوخيه اكثر حط ملوخيه اكثر مع رز يلا يلا كل لاوس 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 ممنوع المي ممنوع المي ممنوع المي اصلا فاضي ربي سمعتك قد ايه طيبه شباب بابا معزومين بعدك عم تلاوس انا ما لا بدك تبلعها ما بكفي الحلقه بدك تبلعها
ما بكفي الحلقة بنكتب لها. طيب شو فيها لو قلت لي مثلا اي شولدر تو كراي اون؟ مين عرفتوا ليه اللي ما بيحبوا الدواء؟ دواء؟ شو انا طعميتك بولارامين انا؟ بعرف ما بقوة طعمية دواء لبنتي بلعت ايه؟ طيب هلا اخر تحدي هلا ترند مشهور الدرينكات. هي تبعي اللي فيها شوي الدرينكات فوتوا للطاولة بدك تشرب هيدا كثير مشهور هلا بدك تشرب وتحذر هيدا توم مبين بدون ما تشوف لا لحظة بدون ما تشوف يعني هيدا تشرب وإذا ما حذرت هيدا شو؟ بحط لك كريم على وجه ايه؟ عندي حفلة اليوم ايه شو بأسير؟ للغنية شو بك؟ ايه شو أنا شو حاملك فيها شو أنا؟ لا ما أنا ما صدقت ما حطعميكم حامضين أصلا يلا شرب لك تحذر شو؟ عم يسترق النظر لا تفاح فين شمون انا عارف افكره شو هذا تع شو هذا لحظه خل شو هيدا خل مع شيء شو هو في خل و لا لك يا زلمه روق شوي شو شي رمضاني لك شو هذا رمضاني معفن ايه عفن حط لا لا مش تمر لا 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 جلاب جلاب مع شو مع سوس مع حر جلاب مع حر مع حر خلص خلص قلت جلاب تطرقني انا قلت شو قصدك انت ما قلت شيء هو اللي قال لي مش انت ايه تبتعم لحظه انا عرفت انت ما قلت كله خيه لا ما بدي هذا شو هالتاكل ايه لا بدي احط لك وجهي لا بخارك خارج بيتني المخيه يلا كل لا خلص يا زلمه ما عرفت والله عارف جلاب بس عرفك تعال بس شوي هيك يا خيي تعال شو عم خارج تعرف يلا دوق هاي لك تعال ما تخليه للاخر لك شو عملت لك ليش عم تعمل منيح للبشره هيدا عم بدهن وجهي ايه اوكي هلا التالت واحد شو هيدا تالت واحد عصير عصير حلو فواكه لك روق شوي فواكه يا زلمه مش فواكه في فواكتين بقلبه لحظه تروبيكانا شو تروبيكانا يا خيي تروبيكانا مش تروبيكانا شو وعم بقول لك الماركه انا تروبيكال لا يا خيي بلا بلا يا خيي قلتها خيي لا هذا تروبيكال ايه شفت خيي لا شفت مش مزبوط وحياه دمي مش مزبوط جزر وليمون جزر وليمون هلا حسب يعني بين تروبيكال نفس اللون يلا الكل هذا شو هاد شراب؟ خلص يلا لا يا خيي لا خلص خيي لحظة ترى شو خلص بدي شو يا اخي واحد ما هو هين لك يا خيي بدي شو اشرب بندورة ايه بندورة من عند مبروك مبروك يلا خيي على حدا ما فيش كليناكس لا ما في كليناكس ممنوع الكليناكس يلا ختام الحلقة لألك اخر اخر شو كان دينا بالاخر كل العمر يلا كل العمر كل العمر لك كل العمر لك خذ ميكرو غني لك كل العمر عندي عمر غني اعطينا كلينكس اعطينا كلينكس كل العمر تعال طيب يا حبيبي تعال نحن البشره هيدا يعني بجنن شو للبشره ما هو معمول للبشره هاي كتر خير نيفيا يلا خلص ما بقى في شيء بقى مبين عزيز جزر مبين جزر مبين جزر التروبيكال بيكون احمر تروبيكانا قال طيب ما يلا كل العمر ماشي. واحد اثنين ثلاثة لألك ميكرو مشاهدينا جمعة جاي بشوفكم الحلقة جديدة أورفار مرسي كل العمر كل العمر لا تقسى كل بيننا تنسى موت بلاك موت بلاك يا حب ما لا آخر أعاني غيابك وكابر ولا أنساك ما أقدر أنساك فوق الكل عليتك تبقى معي تمنيتك يبقى بقلبك مكاني حبيتك جوا القلب خليتك روحي والله سميتك وانت اخد كل حناني نديتك فوق الكل عليتك تبقى معي تمنيتك يبقى بقلبك مكاني